رسالة إلى جعلوكا. أوه، شكراً لك سيد النبيل. ادفعي تكلفة البريد سيد. تكلفة البريد؟ تكلفة البريد؟ اقفز قريباً لزيارتي. أوه، رائع، دعوة للتنافس في مسابقة أجمل ملكات العصور المظلمة. مؤكد أن الأخريات لا يملكن أي فرصة أمامي. يا ويلي، بشرتي جافة جدا، وهذه إحدى سيئات التحدث إلى تنين. أمل أن أجد في كتاب جمال جدتي الأولى حلاً لهذا. لنرى، أظافر معقوفة، أسنان بنفسجية. وأخيراً لقد وجدتها، زيت السنافر منعم البشرة الجافة. خذي سنفوراً واحداً وافركيه على وجهك يومياً، وعندما يختفي لونه الأزرق عليك استخدام سنفور جديد. يبدو أن رحلة إلى غابة السنافر ضرورية. هناك الكثير من السنافر الصغار في الغابة يختبئون مني. إلى اللقاء لويس. أعتذر كسلان. لا تقلقي، سأعود إلى النوم على الفور سنفورة. أكره فصل الربيع. لا 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 لا. مفكر، هذا سنفر صباح ربيعي رأيته في حياتي. إنه كذلك بابا سنفور. علينا إعطاء جائزة إلى الطبيعة. مفكر، هذه حقا لفكرة رائعة. لم لا؟ الأم الطبيعة تستحق جائزة. حسناً يا سنافر الصغار، سأذهب إلى الأم الطبيعة لإعطائها هذه المئة زهرة كعربون عن تقديرنا لهذا اليوم الرائع. أنا أكره هذا الصوت. أنا أيضاً أراها فكرة رائعة، وكما قلت لبابا سنفور عندما يسنفر أحدهم عملاً مذهلاً كما فعلت أنا في العديد من المناسبات، عليه أن يحصل على مكافأة. تريد مكافأة؟ أنا سأعطيك مكافأة. شكراً لك يا مازح. لكن هذا لم يخطر في بالي أبداً. نعم يا غبي، كلما فكرت في الأمر اقتنعت أكثر بأن على بابا سنفور تقديم جائزة للسنفور الذي سنفر سنفرة كبيرة وساهم في عالم السنافر. لكن بابا سنفور ليس هنا. أنا من سيقدم الجائزة، سأدعوها جائزة السنفور الذهبي. ما الذي يحصل؟ اسمعوني جيدا، وأعني بذلك اسمعوني جيدا، إن مسابقة جائزة السنفور الذهبي الأولى تم افتتاحها الآن. وما هي جائزة السنفور الذهبي؟ لا أعرف، ولكن علي الحصول عليها. جائزة السنفور الذهبي هي أعلى تقدير يمكن لسنفور أن يحصل عليه. وستعطى إلى السنفور الذي سنفر سنفرة كبيرة جدا وساهم في عالم السنافر. يمكنني المشاركة بحلوياتي. وأنا أشارك بالعزف. وأنا سأشارك بجمالي. أحضر كل ما ستشاركون به إلى هنا وسنصوت كلنا لاختيار الرابح. علي بدء العمل على تحفة فنية. تحفة فنية؟ يجب أن أرسمها بشكل جميل لتستحق الفوز بجائزة السنفور الذهبي. وأنا علي بدء العمل على قصيدتي هيا. وعلى حلوياتي. وعلى مفاجأتي. لا يعرفون أبداً أنه لا أحد يمكنه التفوق على مساهمتي في القرية، أفضل عمل أدبي في عصرنا، كتاب أقوال سنفور مفكر.
والآن يجب أن أتمرن على خطاب استلام الجائزة. أيها الخاسرون، لجعل قصتي أطول بعد، دعوني أبدأ بإخباركم القصة الأكثر روعة في كل الأزمان، قصة حياتي. أسرع أيها البطيء، لا أملك النهار كله. سوف تتحول بشرتي إلى جافة تماما إن لم أضع يدي على سنفور حالا. أرى أن آلة قطف الثمر هذه ستربح جائزة السنفور الذهبي. شاطر شاطر شاطر، لن تربح بواسطة هذه الآلة. ماذا تقصد؟ هذه الآلة الصغيرة عادية جدا. لتربح المسابقة عليك إبهار الجميع وصعقهم. لأختصر الكلام، عليك التحايل. لكنني أحب آلتي كما هي. احفظ ما سأقوله، إن أردت أن تربح عليك التحايل. التحايل؟ ماذا تقصد بقولك؟ التحايل يا صديقي العزيز هو مساهمة مميزة وملفتة ستجعلك تتميز عن كل الآخرين. التحايل؟ بدأ كل شيء عندما كنت صنفورا صغيرا، وقال لي بابا صنفور: مفكر، من أين لك كل هذا الذكاء؟ وأجبته: في الواقع يا بابا صنفور لقد ولدت هكذا. وقال: دم 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 دم. أوه، لهذه الأزهار فرصة كبيرة لربح الجائزة. صنفورة، لابد أنك تمزحين، هذه الأزهار تافهة وهي ليست جميلة. إن أردت أن تربحي فعلى أزهارك أن تكون هائلة، أو عليك أن تدهنيها بلون مذهل. أوه، لكنني أحبها كما هي. احفظي ما سأقوله صنفورة، إن أردت أن تربحي عليك التحايل. التحايل؟ التحايل. أو علي التحايل. 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 علي أن أتحايل، لكن الأمر لن ينجح. هذا لن ينجح أبداً. لا، هذا لن ينجح أبداً. أريد ربح جائزة السنفور الذهبي، لكن الأمر لم يعد مسلياً. لا تقلقي صنفورة، لا تملكين أصلاً أي فرصة للربح. لا أحد منكم يملكها، الرابح هو أنا بفضل مساهمتي. كتاب أقوال صنفور مفكر، كل المعلومات تجدونها هنا، الدراما والضحك والمغامرات. إنهم يغرون فقط لأنهم يعلمون أنني سأغلبهم. سأعرض جائزة السنفور الذهبي كتذكير دائم عن عبقريتي الواضحة. لكنني لم أقرر بعد كيف ستكون جائزة السنفور الذهبي. عليها أن تكون شيئاً يرغب فيه كل السنافر، مثلاً ككتاب أقوال صنفور مفكر الموقع مني. لكنني أملك الآلاف من هذه الكتب. وأسفه، ماذا ستكون الجائزة؟ جائزة للسنافر، أعطي أي شيء لإيجاد جائزة السنفور الذهبي. ربما بإمكان العمة جعلوك المساعدة، هذه المساعدة ستقودني مباشرة إلى قرية السنافر. على هذه الجائزة أن تكون شيئاً أواسي به نفسي خلال تقلبات الحياة المريرة، شيئاً أحدق به في آخر أيامي. عجباً، من أين أتت هذه؟ ومن يهتم؟ ستكون جائزة الصنفور الذهبي المثالية. لا 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 لا، كم أن هذا مشوق. غداً مساءً ستكونين ملكي عندما سيعلنون اسمي كفائز. السنافر سيكونون ملكي، ملكي أنا وحدي. سأخبئك في مكان جميل وآمن، هكذا سيتفاجأ السنافر الآخرون تماماً. سيتفاجؤون بالفعل، سيتفاجؤون بالكامل لدرجة أنهم سيخافون جدا. أكره ارتداء ملابس رسمية. أتساءل من سيكون أول اسم أدرجه على لائحة الثياب الغريبة. مساء الخير صنفور غضبان. أتساءل من سيكون التالي. عجباً يا كسلان، إن أردنا الوصول لاستلام الجائزة في الوقت المناسب علينا أن نسرع. ولما نركض إن كان بإمكاننا المشي؟ ولما المشي بينما يمكننا الجلوس؟ ولما الجلوس بينما يمكننا الاستلقاء؟ ولما البقاء مستيقظين بينما
أوه التحايل. أوه يا للتحايل. أوه يا للآلة. لقد أفسد التحايل آلة المصنفرة. وأزهاري وقبعتي وتحفتي الفنية. لكن كل هذا التحايل يستحق لو أن التحايل تحايلي أنا. تحايلي أنا. تحايلي أنا سيجعلني أربح جائزة السنفور الذهبي. أنا متحمسة لرؤية جائزة السنفور الذهبي. وأنا متحمس لرؤية من سيربح. الرجاء الانتباه جميعا. الرجاء الانتباه. قلت لكم أن تنتبهوا. وهذا ما أحاول الحصول عليه. انتباهك، هكذا تعلنني الفائز. أحسنت القول يا منسجم. أنت مذهل يا منسجم. أهم، كما كنت أقول لكم، اقترب موعد التصويت. داخل هذه العلبة الجائزة التي كنا جميعا نسعى وراءها، جائزة السنفور الذهبي. عجبا، أنا متحمس جدا لرؤية ما هي. وأنا متحمسة لجعلكم تكتشفون الجائزة. حسنا يا سنافر، ألقوا نظرة أخيرة على كل المتبارين وصوتوا للسنفور الذي تفضلون. حسنا يا أصدقائي، لقد حان الآن وقت التصويت. ليربح أفضل صنفور، وليكن الرابح أنا. 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 يا بنا. أنا. أنا سأكون الفائز. قبعتي مميزة جدا ومصنفرة صنفرة غريبة. أنا سأكون الفائز. أسرعوا. حسنا يا أصدقائي، أدلى الجميع بأصواتهم. سأعدها في منزل الهادئ، هكذا أهيئ نفسي لإلقاء خطاب قبول الجائزة. من ناحية أخرى، لابد من أن الأمر أقل ألماً لو عددت الأصوات هنا. الصوت الأول لسنفور مفكر. أهم، أريد أن أشكر كل السنافر الصغار التافهين الذين جعلوا هذا الأمر ممكناً. قم بعد الأصوات فقط يا مفكر. لكن لما أكمل العد بينما يبدو واضحاً أن الجميع صوت لي أنا؟ قم بعد الأصوات يا مفكر. حسناً حسناً، صوت واحد لي سنفور رسام. أوه شكراً شكراً، أن السعادة تغمرني. وصوت لي سنفور أكل. سوف أكل للاحتفال. وصوت لي سنفور منسجم. حضرات صاحبات القوى والمشعوذين، الغيلان والحمقى، أهلا بكم إلى المهرجان 900 السنوي لانتخاب أجمل ملكات العصور المظلمة. ستتنافس اليوم أكثر الفتيات قبحاً، أعني أكثرهن ذكاءً وجمالاً في المنطقة. لاحظت أن جعلك تأخرت مجدداً كالعادة. آمل أن لا تأتي بتاتاً، لأنها دائماً تفسد الحفلة. كل سنة تشخر لحناً من الأغاني القديمة أو تقلد صوت حيوان بري سخيف. أكره أن أكون أنا من يحمل لكم الأخبار السيئة، لكن يبدو أن الكل، وأعني الكل، قد صوت لنفسه. لدينا 98 شخصاً متعادلون. أنا أكره التعادل. كل سنفور صوت لنفسه؟ هذا أمر صدمني حقاً. مهلاً، هناك 99 سنفوراً، لم يصوت منهم إلا 98، هذا ليس منطقياً. عجباً، أخشى أن يكون هذا بسببي. أنا أصوت. لم أعرف تحديداً لمن أصوت. إذن لما لم تخبرنا بذلك؟ هل أرسم لوحة لك؟ ما رأيك في كتابي؟ سأوقعه لك يا صديقي. أوه صديقي. صديقي أنا. لديك حس من المسؤولية والذكاء يا غبي، وأعتقد أنك ستصوت لآلة أنا. حقاً؟ لا ستصوت لكاكتي، إنها مميزة. حقاً، إنها فعلاً مميزة. هذه الكعكة مهزلة، صوت لحيلتي ويمكنك الحصول عليها. حقاً؟ عجباً، شكراً لك. إنها مفاجأة.
لقد أفسدت لي كعكتي. لكنها لم تكن جيدة لتجعلك تربح. هل ستصوت لي؟ صحيح؟ هل ستفعل؟ أنا لا سوف يصوت لي أنا. لا لي أنا. لا لي أنا. لا لي أنا. لا لي أنا. لي أنا. صوت لي أنا. توقفوا. أنا آسف، لكن لا يمكنني الاختيار بين أصدقائي. إذن سيبقى هناك تعادل. أنت محقة. في حال التعادل، رئيس هيئة الاحتفالات سيختار الصوت الحاسم، وبما أنني رئيس هذه الهيئة سأصوت لنفسي، وهكذا أنا سنفور مفكر أكون الفائز. أنا سعيد جدا من أجلك. والآن بتواضع كبير، وهي إحدى صفاتي، أقدم إلى نفسي جائزة السنفور الذهبي. وهل تسمح لي بأن أكون أول من يهنئك؟ سنفر بحياتكم. النجدان، ابتعد عن رأسي أيها الغبي. ماذا تخيلني، عش عصافير؟ تعالوا إلى العمة جعلوك يا أصدقاء الصغار، لأتمكن من فرككم بوجهي لبقية حياتكم. النجدة، لا. من الرائع دوما أن أعود إلى هدوء وتناغم قرية السنافر. ما الذي يسنفر هنا؟ 97، 98، 99. هذا سيكفيني لبقية حياتي. إلى المنزل يا جيمس. بسرعة أيها الطائر، الحق بتلك المرأة. لن تكون بشرتي جافة بعد الآن. أولى. لقد تأخرت كثيرا، علي أن أبدأ العمل. من الأفضل لي أن أبدأ بأجمل سنفور. أنت ستفيدني كثيرا. وداعا يا أصدقائي. أنا أكره الوداع. لنرى الآن، 6 فركات على كل خد، و7 على الأنف، 5 فركات على الكوع، و2 على أصابع القدم. يا هل أفركك بطريقة خاطئة؟ أنت محقة في قولك. آسفة. هذا شعور رائع. وقريبا جدا ستعود بشرتي الجافة ناعمة وجميلة. بشرتك؟ لا لا لا. ولكن ما بك الآن؟ لا تستخدمي هذه الوصفة القديمة، انتهت صلاحيتها منذ زمن بعيد. حقا؟ صدقيني، عندما يتعلق الأمر بالجمال أنا خبير، بل أنا أفضل الخبراء على الإطلاق. حقا؟ ماذا تقترح إذن؟ الوحل. الوحل؟ حمام وحل. لكن سبق أن استحممت هذه السنة. ثقي بي، أعرف جيدا ما أقوله. إن أردت الحصول على بشرة ناعمة، لا شيء أفضل من حمام وحل، إنه أفضل بكثير من زيت السنافر. لطالما أحببت الوحل. جعلك مغرور على حق تماما، لا شيء أفضل من حمام وحل لمعالجة البشرة الجافة. كل هذا بسببك أنت. هكذا كدنا أن ننتهي. هكذا. ممتاز. الأمر يستحق كل هذا العناء. أنا سجعلك، نؤكد لك، عندما تنتهين من حمام الوحل لن تكوني جميلة فقط، بل رائعة ومميزة. ما زال المكان بعيدا بابا سنفور؟ ليس بعيدا جدا. حقا لم يعد المكان بعيدا بابا سنفور؟ ليس بعيدا جدا. أما زال بعيدا جدا بابا سنفور؟ أجل، إنه بعيد. أخرجوني من هنا، أنف يستحقني. أنا واثق من ذلك. إن لم تشعري بالحكة يعني أن الأمر فشل، ثقي بي ستبدين رائعة. أخرجوني من هنا، أفضل إبقاء بشرتي جافة. إن أخرجتموني لن تسمعوا بعد الآن شخيري بالقرب من قريتكم، أعدكم بذلك. وسنحرص على أن تفي بوعدك.
نجحت يا هذول، لقد نجحت، نجحت. عملت لأعوام لإنجاح وصفة الطين القاتلة، وأخيراً أنهيتها. أوه، لم أشعر يوماً بمثل هذه السعادة طوال حياتي. لن يفسد شيء هذه اللحظة يا هذول، لا شيء. سأضيف الآن اللمسة الأخيرة، وها هي وصفة الطين القاتلة. كما أخبرتك بابا سنفور، كنا نتبادل للحصول على جائزة السنفور الذهبي. جائزة السنفور الذهبي؟ وما هي هذه الجائزة؟ صوتنا لاختيار السنفور الذي قام بأفضل مساهمة في عالم السنافر، ولم أتعافى بعد من ألم الهزيمة التي ألحقت بي. هذا حقاً أسنفر شيء سمعته في حياتي كلها. كل مساهماتكم لهذه القرية موازية في أهميتها، ولا يمكننا مقارنتها. من فكر في هذه الجائزة السخيفة؟ سنفور مفكر. من الطبيعي أن أفكر في أن السنافر متشوقون جداً لتكريمي، وأن أفكر أيضاً في أن هذه أفضل طريقة لذلك. كما أقول دوماً، على السنفور التحايل. لسوء الحظ، لم ألجأ إلى الحيلة المناسبة. عجباً مسنفرة، ما هذا الصوت؟ هذا زلزال، هذا زلزال. أوه، السد ينكسر. ما الذي يسنفر في الخارج؟ عجبا مسنفرة. بابا سنفور، بابا سنفور، أمسك بيدي. هل أنت بخير بابا سنفور؟ نعم، شكرا لمساعدتك، لنساعد الآخرين. النجدة، النجدة. بابا سنفور، بابا سنفور، أين أنت؟ أوه، هذا رهيب. إن السد انفجر. لنمد حبلا، هيا بسرعة. حسنا، من هنا. على هذا الحبل أن يفي بالغرض. النجدة، النجدة. بابا سنفور، بابا سنفور. أجل، النجدة. تمسكوا جيدا بالحبل يا سنافري. أبحر، 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 أبحر. يصعب تصديق هذا الأمر. لم يحدث زلزال في هذه الغابة منذ أن كنت صغيراً في المئة من عمري. ما الذي تسبب بذلك بابا سنفور؟ لست متأكداً يا شاطر، هذا غريب جداً، غريب جداً. في الواقع لا أعرف ما هذا الصوت يا سنفورة. سنحتاج إلى عدد كبير من الحطب لإعادة إصلاح الجسر. قد نسنفر المزيد من على هذه التلة. عجبا، لا أذكر أنني رأيت هذه التلة من قبل. أو غبي، غبي، غبي. لا يمكن لتلة أن تظهر هكذا، تحتاج إلى سنوات كثيرة لتتكون، وأعرف هذا لأنني درست الجيولوجيا. و مهلاً، انتظروني. أعتقد أن غبي على حق، هذه تلة جديدة. ما هذا؟ زلزال مسنفر، زلزال مسنفر. مهلاً، انظروا، هذا بركان. مهلاً. أوه، ما هذا؟ مرحبا. لحظة، إنه ولد صغير. مارد صغير. مرحبا، من أنتم؟ غضبان، سنفر الحطب إلى الأعلى. أنا أكره الأعلى. وقليلا إلى اليمين. أكره اليمين. وقليلا إلى اليسار. أنا أكره اليسار. أحسنت السنفر يا غضبان. بابا سنفور، بابا سنفور، هناك مريض صغير وهو يحتاج إلى مساعدتنا. ذلك المسكين ضائع. نعم، يجب أن نساعده. لحظة، لم أفهم ما الذي تسنفرون بشأنه. التقينا ذلك المريض الصغير واسمه سايمون، وهو
لا. قلنا لك يا سايمون أن تبقى حيث أنت. لكنني شعرت بالوحدة. يا بابا سنفور، نقدم لك سايمون، إنه ضائع. أخبرناه بأنك ستساعده على العودة. سايمون، هذا بابا سنفور. مرحبا بابا سنفور. سعدت بلقائك يا سايمون. بابا سنفور، هل ستساعدني على إيجاد أمي وأبي؟ طبعا سأساعدك. جيد، فأنا لا أعرف أين هما. خرجت لكي ألعب قليلاً ولكنني ضعت. لا شيء من لا. مهلاً مهلاً. لقد وقعت. نعم سايمون، لقد وقعت بالفعل. آمل أن نجد له منزله وبسرعة. أجل، وإلا سنفقد نحن منزلنا. لقد أحببتكم يا سنافر. انتبه يا قوي، أنت تسنفره من جهة واحدة. هلا تهدأ يا أكول، نعرف ماذا نسنفر. لا 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 لا. انتبهوا، كنت تدهس كعكتك يا سايمون. وتدهسنا نحن. أنا أكره أن يتم دهسي. هذه لي؟ شكرا لكم. يوم إنها لذيذة جداً. أهناك المزيد؟ عجباً، اعتقدت أن هذه تكفي. لكن لا تقلق، سوف أسنفر لك واحدة أخرى. آمل أن يجد بابا سنفور سريعاً منزل سايمون، لأنه سيسنفر من عندنا كل شيء. لنرى دليل المسافر نحو مدن الأرض. لا، يبدو الحل هنا، حدائق ومنازل أكبر. أوه لا، ليس مجدداً. انتبهوا. لا، غير ما أقول. توقف سايمون، ما الذي تسنفره هنا؟ جئت لكي أخذ كعكتي. أخبرناك بأننا سنجلبها لك أيها المارد. قوي، إنه مجرد طفل. ماذا حصل؟ تذكروا ما يقوله دوماً بابا سنفور. ماذا يقول بابا سنفور دوماً؟ إنني آسف، أنا لم أشأ أن تحمل الكعكة كل هذه المسافة. شكراً يا سايمون، لكن ما كان عليك أن تأتي إلى القرية لأنك كبير جداً. حسناً، أنا... سايمون، ماذا قلت لك بشأن المجيء إلى القرية؟ أنت قلت لي ألا أفعل بابا سنفور. إذن لماذا خالفت أوامري؟ أنا آسف بابا سنفور، فكرت في أنني سأساعدكم. كان من المحتمل أن تؤذي سنفوراً. ولكن ألم تعد تحبني بابا سنفور؟ ليس أننا لا نحبك يا سايمون، لكننا لا نريدك في قريتنا فقط. بصراحة لم أعني ذلك. سايمون، أنت لا تفهمني. أريد العودة إلى المنزل. انجو بحياتكم. أريد العودة إلى المنزل. أريد العودة إلى المنزل. أريد أمي وأبي. أريد أمي وأبي. انتظرني في الغابة يا سايمون، سأعرف أين تعيش. لابد من أنني أفقد مهاراتي يا هلهول. مضت أسابيع منذ أن وضعت مخططاً شريراً للقضاء على السنافر الباغدين. لا يمكنني حتى... ما هذا؟ يا للهول، يا له من مارد فاخر. أتساءل من هو؟ هناك طريقة واحدة لمعرفة ذلك. هيا هلول. لا أفهم يا هلول، كيف أضعنا ذلك المارد؟ لا بد من أنه في مكان ما. قل لي عمن تبحث؟ نبحث عمن؟ نحن يا عزيزي نبحث عنك أنت. لماذا؟ لا بد
من أنك تكرهني بقدر ما يفعل السنافر. هل ذكرت السنافر؟ هل تعرف السنافر حقاً؟ نوعاً ما. هل كنت هناك؟ أقصد هل زرت قريتهم؟ أجل. هذا مثير جداً للاهتمام. لكنهم للأسف لا يحبونني. يا للأسف، أرى أنك ولد طيب وأنا لا أشبه السنافر الكريهين أبداً. أنا أحبك وأريد أن أكون صديقك. أنا شخص لطيف وحنون وأحب الآخرين كثيراً يا بني. جميلة يا سيد شرشبيل. فقط نادني بالعم شارشي. شكرا جزيلا لك على هذه الهدية. في الواقع لا أحد يعلم متى يزورني أطفال، وأنا أحب الأطفال كثيرا. أنت رجل لطيف جدا يا عم شرشبيل. أحاول ذلك. استمتع بوقتك، سأعود بعد قليل. ولا تنسى أن تناديني بالعم شارشي. لا أعرف كيف يطيق اللطفاء أنفسهم. لا تقلق يا هلهول، كل هذه اللطافة تستحق العناء. ما إن أسيطر تماماً على ذلك الغبي، سأستخدمه لأدمر السنافر. لنواجه الأمر يا هلهول، ذلك المارد الغبي حنون جداً ليؤذي السنافر البؤساء حتى لو أساءوا التصرف معه. لذا علينا إقناعه فقط. خاتم عجيب لي؟ أجل، هذا صحيح يا عزيزي، ضعه وسيقودك إلى المنزل. شكرا لك عم شارشي، أنت أفضل صديق حصلت عليه. أنا آسف عم شارشي. ضع الخاتم فقط. أخبرني، هل أنت بخير؟ نعم سيدي. كنت متأكدا من ذلك. أين أنت يا سايمون؟ بابا سنفور، لا أجد أي أثر لسايمون. لا تقلقي يا سنفورة، سنجده. أرأيتي ما أعني؟ مرحبا سايمون. بابا سنفور وجد منزلك. على الخريطة، في أحد كتبه التي أساعده على تنظيمها دوما، لأنني مساعد بابا سنفور، وهذا يعني. اسكت يا مفكر، خطب ما يسنفر هنا. عجبا عجبا يا بابا سنفور، كم أنت ذكي. شرشبيل. أوقفهم أيها المارد. وأخيرا انتهى حظكم السعيد. أين نحن بابا سنفور؟ لا أعرف يا سنفورة. لقد عرفت أين نحن الآن. خلتك تعرف مكان قريتهم أيها المارد الغبي. أنا لا أذكر أبداً يا سيدي. كيف لرأس بحجم رأسك أن يسعى القليل فقط؟ كيف يسيطر شرشبيل على سايمون بابا سنفور؟ لست متأكداً سنفورة، لكن من الأفضل أن نعرف. لقد سبق أن رأيت قريتهم. انتبه، منازلهم شبيهة بالفطر. حسناً، حاضر سيدي. هناك هناك هناك، جرب هذا الاتجاه. نعم سيدي. إذن هكذا يسيطر عليه. سنحتاج إلى جوهرة أكبر من التي يضعها شرشبيل في إصبعه. يمكننا سنفرتها بابا سنفور. حظا موفقا، وانتبهوا جيدا يا سنافري.
يمكننا نصله يا شاطر. أوه وما النفع، أنا لا. مهلا مهلا، أنا أراها. هناك أيها المارد الغبي، هناك قرية السنافر هناك. لم نقترب بتاتا من القرية صحيح؟ ولا حتى مترا واحدا. قف مكانك، اسمعوني يا سنافر، شرشبيل العبقري يكلمكم. قبضت على بابا صنفور وبعض السنافر، إنهم سجنائي. لذا استسلموا وإلا سأقضي عليهم. أيها المارد، دمر قريتهم. هل علي ذلك سيدي؟ طبعا أيها الغبي، إن طلبت ذلك فهذا أمر. حسناً حسناً، كفى 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 كفى. توقف سايمون، توقف. لقد أحسنت أيها المارد. سايمون استدر إلى اليمين والآن تقدم. مهلاً، إلى أين تذهب؟ توقف، قلت لك أن تعود إلى هنا. أي أوه، سنهتم بأمره لاحقاً هلول. وأخيراً دمرنا تلك المنازل القبيحة المقرفة النتي. فطر. لا، هذا ليس عدلاً يا هلهول، هذا ليس عدلاً. إنه مجرد فطر. كيف عرفت أن بإمكاننا السيطرة على سايمون لو حصلنا على قطعة أكبر من هذه الجوهرة؟ تعلمت بعض الأشياء خلال السنوات الخمسمائة التي عشتها حتى الآن يا شاطر. كانت مسنفرة جداً مشاهدة شرشبيل يهرب من سايمون. طبعاً، بالطريقة ذاتها التي هربنا نحن منه. هذا فقط لتعرفوا يا سنافر الصغار أن الحجم هو نسبي. ماذا تعني بذلك يا بابا صنفور؟ أعني أن ما يبدو كبيراً لكم هو صغير بالنسبة إلى شرشبيل، وما يبدو كبيراً لشرشبيل هو صغير بالنسبة إلى سايمون، أما الكبير لسايمون. بابا صنفور، بابا صنفور، وفق خريطتك نحن على الطريق الصحيح إلى منزل المردة. أنا واثق من أنه منزل عائلة سايمون، ولابد من أنه ما زال غاضباً منا. سنتركه تحت لعنة الجوهرة حتى نصل إلى هناك. تقدم يا سايمون. نعم يا سيدي. أنا أشعر بالجوع بابا صنفور. وأنا أيضاً. وأنا أيضاً. وأنا الأكثر جوعاً. ماذا عن الطعام يا ملاحق؟ هناك شجيرة توت السنافر على بضعة كيلومترات إلى الأمام. إلى توت السنافر يا سايمون. حاضر سيدي. بالمناسبة يا بابا صنفور، علينا قطع النهر للوصول إلى توت السنافر. أنت تمزح يا ملاحق، لا تقل شيئاً. وقد نسنفر بالقرب من بركان الناشط. أجل يا ملاحق، قد تكون محقاً بالفعل. الأسوأ هو السنفر بالقرب من منحدر صخري. ضع هذا الكتاب من يدك يا ملاحق. حاضر بابا صنفور. أوه يا للسنفرة، كيف سنصل إلى توت السنافر بابا صنفور؟ لا يمكننا ذلك يا سنفورة، أعتقد أننا سنبقى نشعر بالجوع لوقت أطول. ماذا لوقت أطول؟ أنا أكره الوقت الأطول. أتتني فكرة بابا صنفور؟ ما هي يا شاطر؟ لنرى، يوجد توت السنافر على بعد 40 كيلومتراً. ستنجح خطتي أنا واثق. هل يمكنني استخدام جوهرة بابا صنفور؟ خطوة إلى اليمين سايمون، والآن يا سايمون اقفز قفزة واحدة. هيا. هل من شيء آخر سيدي؟ لا سايمون، كان هذا مسنفرا.
كانت هذه فكرة مسنفرة يا شاطر. عرفت أن بإمكاني الاعتماد عليك. شكراً بابا سنفور. لكن في المرة المقبلة يا شاطر سنفر لنا إنذاراً قبلاً. حسناً يا سنافر، سنفروا على ظهر سايمون. ما زال علينا سنفرته إلى منزله. سنجده، سنجده يا هلهول. انتبه فقط إلى آثار قدميه. أوه نيلسون، طفلنا المسكين. لا تقلقي عزيزتي، سوف نجده، سوف نجده. لكنك بحثت في كل مكان. وسوف أتابع البحث حتى أجده. هل هذا منزلك يا سايمون؟ نعم سيدي. لقد نجحنا يا سنافر الصغار. رائع. شكرا للسنفرة. لابد من أنني أحلم. شكرا، شكرا جزيلا بابا سنفور. شكرا لكم جميعا يا سنافر. أعتقد أن سايمون تعلم درسا قيما. أنا أكره الدروس. كم هي جميلة العودة إلى المنزل. أيها المارد. عمي شارشي. ماذا فعلت بهؤلاء السنافر؟ لا يا عمي شارشي، السنافر أصدقائي وهم أيضا يهتمون لأمري. أنت أعطيتني الكثير من الهدايا لكنك لم تهتم لي أبدا. لا 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 لا، من أخبرك بهذه السخافات؟ أبي، هذا هو العم شارشي. أنت العم شارشي؟ حسناً، أعتقد أنني سأرحل. سعدت بالتعرف إليك. لنرحل من هنا يا هلهول. الحق بهما أيها الدب. تصور أنه يضايقني أنا المسكين الصغير. قلت لك يا هلهول، ليس لبعض المردة أي ضمير. سأقبض عليك أيها العجوز الخسيس. عجبا يا بابا سنفور، الآن فهمت قصدك. الحجم نسبي فعلا. أنت محق يا غبي. طبعا، ومن الجيد أيضا أن يكون لسايمون نسيبان عملاقان. أيها الطفل سنفور، من المهم أن تتعلم عن كل حيوانات ونباتات الغابة. انظر إلى هذه الورقة، من الواضح أنها من فصيلة الأوراق الدائمة الخضراء. وانظر هناك، حيوانان صغيران من فصيلة السنجاب الأمريكي. أجل أيها الطفل، لا يوجد أجمل من الطبيعة. أيها الطفل، إن بإمكاني التعرف على كل فصيلة في الغابة. على سبيل المثال، هذه هي للخجل. ليس لدي فكرة عن نوع هذه الشجرة. قد تكون شجرة صنوبر أو سنديان. أجل، هذا مؤكد، إنها شجرة قوية. ألا تظن ذلك أيها الطفل؟ أيها الطفل سنفور، أين أنت؟ وحش، إنه وحش. سنفر الطفل سنفور على الفور أيها الوحش. أنا جاد أيها الوحش، لا أمزح معك أبدا. واو، لقد سئمت منك، بدأت الآن تثير غضبي. لا تقلق أيها الطفل، بطلك سنفور مفكر سيخلصك من هذه المشكلة. والآن سأسنفرك بواسطة سلاحي السري. بابا سنفور، بابا سنفور، النجدة. بابا سنفور، بابا سنفور، إنه وحش. أنا أكره الوحوش.
هاي، ما الأمر يا مفكر؟ أتمنى أن يكون مهماً لأنك أيقظتني. إن الأمر فظيع، لقد هاجمنا في الغابة وحش ضخم. كان هائلاً وشرساً، لقد حاربته بكل قوتي وحشرته في الزاوية، نظرت في عينيه و... مهلا لحظة، أين الطفل سنفور؟ كنت سأصل إلى هذا الجزء. حسناً، يمكننا أن نقول إن الوحش سنفره. أتعني أنك هربت وتركت الطفل مع الوحش؟ لكن يا قوي، كان الوحش كبيراً وشرساً وأنا... سنفور مفكر، يجب أن تخجل من سنفرتك. الوقت ليس مناسباً للجدال يا سنافري، علينا إنقاذ الطفل. منسجم، أطلق الإنذار. هجام! بيراميس، أيها الكبير الأحمق، أين أنت؟ بيراميس، بيراميس، ها قد وجدتك بيراميس. لما تبتعد عنا في كل مرة؟ لقد أخرتنا كثيرا على العرض وقد قاموا بإلغائه. أتجرؤ على مجادلتي؟ لا أنجلو، كم من مرة علي أن أقول لك عامل الحيوانات برفق وليس بعنف. ولكن بارباريو كنت. عد إلى مخيم السيرك، سأعيد بيراميس بنفسي. حسناً إذن. أنا آسف يا بيراميس، أنجلو شاب وينقصه الكثير ليتعلم. هيا، لدينا عمل نقوم به. أسرعوا يا سنافر الصغار. لا أصدق أنك بهذا الجبن يا مفكر. ولكن يا قوي، كان للوحش أنياب كبيرة وعينان ثاقبتان وقدمان ضخمتان. لا يهمني مدى حجم قدمي الوحش، عندما أمسك به سوف أحطمه. يا للهول، أظنني لم أكن أنظر أين أسنفر. هيا سنفور غبي، سنفر يدي بسرعة. يا للغرابة، يبدو أنها أثر قدم حيوان كبير الحجم. لكن بابا سنفور، لا يوجد حيوان في الغابة بهذا الحجم. إنها أثر قدم الوحش. لا تقلق مفكر، نحن سنحميك. غريب، تبدو هذه أثر قدمي. الطفل سنفور. يا للسنفرة. بابا سنفور، بابا سنفور، سنفر إلى هذا. إنه الوحش. هذا ليس وحشا يا مفكر، إنه حيوان سيرك. بالطبع كنت أعرف أنه حيوان سيرك، وأنا كما تعرف خبير في مثل هذه الأشياء، لكنه كان كبيرا. بابا سنفور، ما هو السيرك؟ السيرك هو عرض مليء بالبهلوانيين والمهرجين والحيوانات الموهوبة. يبدو أن الطفل سنفور والفيل تصادقا، وتوديع الأصدقاء أمر محزن للغاية. أنا أكره الحزن. يمكننا أن نقيم سيركا خاصا بنا، سيركا خاصا للطفل سنفور. أجل، هذا سوف يبهج الصغير. يا للروعة، يبدو هذا ممتعا. أنا سأكون مهرج السيرك. أكره مهرجي السيرك. وأنا سأكون عازف السيرك. أكره عازفي السيرك أيضا. حسناً يا مزارع، سنفرها. لقد شيدنا خيمة السيرك. يا للروعة، لقد أنهيت تحفتي الفنية. ويا لي من مهرج وسيم. سيكون عرض التوازن أجمل ما في العرض. قوي، تبدو مسنفراً جداً وكأنك تمشي على الهواء. إنه أمر سهل يا كسلان، الأمر يستلزم التوازن والقوة والكثير من الشجاعة. لا يا خياط، هذه القبعة أيضاً لم تعجبني. كوني قائد السيرك أحتاج إلى قبعة طويلة، شيء سيميزني فعلاً عن باقي الحشد. حسناً يا مفكر، لدي قبعة واحدة بعد. تفضل. هذه قبعة مسطحة، أليس كذلك؟ هذه هي القبعة التي كنت أبحث عنها. والآن لقد انتهيت. حسناً يا شاطر، ما هذا؟ إنه مدفع يا بابا سنفور، صنعته لأجل العرض الأخير في السيرك. والآن كل ما علي فعله هو إيجاد سنفور خفيف الوزن لكي أطلقه من المدفع. وكيف يعمل؟ هذه القبضة ترفع وتخفض المدفع.
وهذه الرافعة تحدد القوة. استدارة واحدة تساوي 19 متراً. ثم تنطلق الرافعة وتنطلق الكرة من المدفع. أو يجب أن يكون الكم أوسع يا خياط، وأريد إطالة طية السروال. ولا تنسى أن تساوي بين الكمين. وهل يمكنك أن تصلح الياقة بحيث تكون؟ حقا، بعض السنافر يثور غضبهم من كلمة واحدة. ياي! نجدة! لقد نجوت! لا! لم يراودني هذا الشعور من قبل. أظنني أشعر بالغثيان. النجدة، أنزلوني، لا يمكنني أن أنظر. سنفر في الأسفل. لا! سنفور مفكر، عندما أقبض عليك سوف. أيها الطفل سنفور، هذا أول سيرك نقيمه. اقتربوا، اقتربوا وشاهدوا أكبر جذر في العالم. تجمعوا حولي يا سنافر، هذه فرصتكم لإغراق غضبان. أنا أكره إغراق غضبان. صوبوا الكرة وأصيبوا الهدف وستغرقون غضبان. أنا سأرميها. أنا دور الطفل سنفور. أنا أكره الماء. والآن يسرني جداً أن أقدم إليكم أجمل وأكثر عروض السيرك تشويقاً. لقد اخترت المؤديين بنفسي، ويجب أن أقول لكم أنني سنفور مفكر أهل اختارك. كما كنت أقول، فليبدأ العرض. تالياً لدينا لقد قلت تاليا لدينا سنفور كسلان، استيقظ. ماذا؟ أدر الضوء الآن. آسف يا مفكر. تاليا لدينا أكثر العروض تشويقا وجرأة على الإطلاق. أنا شخصيا أعتقد ومن دون شك أن سنفور مفكر على الدائم. ها هو السنفور طبيعي، مدرب الحيوانات البرية. عرضك هو التالي يا قوي. ليس بعد يا مفكر، ليقدم مازح وغبي عرضهما قبلي. حسناً، ولكن يستحسن أن تكون جاهزاً. لا أعرف إن كنت سأجهز يوماً. لا، الآن مجرد النظر إلى الحبل العالي يصيبني بالدوار. والآن، لقد قلت والآن. استيقظ يا سنفور كسلان. والآن أكثر العروض متعة في برنامج اليوم. هذه الفرقة تضحكني بالفعل، كما كنت أقول في اليوم. سنفور مفكر. أعرف، سأسنفر عن التكلم. أرجوكم رحبوا بالسنافر المهرجين. الماء. بابا سنفور، ما الأمر يا قوي؟ هل أستطيع التحدث إليك؟ سأعود بعد قليل، ابقى هنا. من الأفضل أن أدفع المدفع لأجل العرض الأخير. حسناً، هذا يكفي لإطلاق كسلان القذيفة السنفورية إلى الشبكة. سأتفقد الشبكة إن كانت جاهزة. قوي، ما الخطب؟ أنا أخشى الأماكن المرتفعة بابا سنفور. شعرت بالدوار عندما علقت في الشجرة اليوم، والآن أشعر بالدوار على الحبل العالي. أنا جبان بابا سنفور. لا عليك يا قوي، الجميع يخاف من شيء ما. هذا ليس مدعاة للخجل. لكن فيما مضى كنت أمشي على الحبل العالي من دون خوف. إذن عليك أن تقرر إن كان سبب خوفك هذا يستحق التراجع، وعليك أن تثق بنفسك. أنت محق بابا سنفور، لا يمكنني أن أتراجع. لا أستطيع إفساد سيرك الطفل سنفور. حسناً، سأقدم العرض. مسكين قوي، أنا آمل أن يكون بخير. ليس هذا ما توقعته، ولكن يا سيد بهنام، هذه إحدى أفضل حيل بيراميس.
وعدت بأن تريني أفضل الحيل، وعوضا عن ذلك أحضرت فيلا غبيا. أنا آسف يا سيد بهنام، ولكن هل سمعت؟ لقد قال ما عرفته منذ البداية، أنت غبي جدا. لا لا بيراميس، أبعد هذا الوحش، أبعده في هذه اللحظة. حاضر حاضر سيدي. قيد بيراميس بالسلاسل وارحلا عند حلول الصباح، وإلا فسأطعمكما لوحوش الضارية. أخرجا أخرجا. والآن يسرني أن أقدم إليكم بهلوان الحبل العالي قوي. يجب أن أتذكر ما نصحني به بابا سنفور، يجب أن أثق بنفسي. أولا شعرت بالدوار مجددا. كسلان، هل شاهدت الطفل سنفور؟ آسف يا بابا سنفور لم أره. ظننت أنني تركت الطفل سنفور هنا. سنفور قوي شجاع للغاية، إنه يكمل العرض وعيناه مغمضتان. لا. ثلاث دورات ستفي للعرض الختامي. يجب أن أتأكد من أن المدفع جاهز. فلنجهز هذا المدفع للعرض السنفوري. أجل، ستكون مفاجأة كبيرة. أيها السنافر النجدة. هاي حذاري، لست واثقاً لكنني أظن أن قوي في ورطة. أظنك محقاً مفكر، من الأفضل أن تسنفر العرض التالي. أطلقوا كرة المدفع السنفورية. مالاً أيها السنافر، دعونا نعيد التفكير. يا للسنفرة، إنه الطفل سنفور. عد أيها الطفل سنفور، عد إلى هنا. إنه الفيل مجدداً. ما الذي يزعجك؟ إنه مجرد سنفور صغير. مجرد سنفور صغير؟ الطفل سنفور. لنرى الآن، لو كان الطفل منطلقاً بسرعة 100 كيلومتر في الساعة بزاوية 45 درجة. أرجوك أسرع بابا سنفور. أين ذهب السنفور الصغير؟ يا للهول، هذا ليس مطمئنا. بحسب تقديراتي فقد سقط الطفل سنفور في قصر بهنام. بسرعة يا سنافري، يجب أن ننقذه قبل أن يؤذي بهنام صغيرنا الطفل سنفور. الطفل سنفور، لم أظن أن مثل هذا الشيء موجود، لكن الآن بواسطة سنفور الصغير يمكنني إجراء اختبارات لم أقم بها من قبل، وطبعا كل تجربة أكثر شرا وأذية من السابقة. بسرعة يا صغاري، والزم الهدوء التام. بابا سنفور، اهدأ أيها الغبي، إذا قمت بإزعاج سيدي مجدداً فسيطعمنا لتنينه. بهدوء، يجب ألا نوقظ التنين. هيا يا سنافري بسرعة. اسعد الآن أيها الصغير، لن تطول أيامه. ماذا سنفعل الآن بابا سنفور؟ لا يوجد سوى طريقة واحدة، يجب أن يصل أحد منا إلى ذلك الحبل ثم يجتازه ويتسلق الثريا المعلقة. عندها يمكنه إنزال نفسه على الحبل والإمساك بالطفل سنفور. أنت السنفور المناسب للمهمة. لا، أنا لا أعرف إن كنت أستطيع. قوي، أنت السنفور الوحيد الذي يستطيع السنفرة على الحبل، نعتمد عليك. ستنعم قريبا يا عزيزي بحمام ساخن. أسرع قوي أسرع. تشجع، أنت أملنا الوحيد يا قوي. ولكن يا بابا سنفور، ما زلت لا أعرف إن كنت سنفور قوي. أنت خائف أليس كذلك؟ الخوف؟ من أنا؟ الخوف؟ أعطني هذا الحبل. ثق بنفسك يا قوي، لن أنظر إلى الأسفل أبدا. أجل، سأحصل على نتائج مذهلة جراء هذه التجربة. لن أنظر إلى اغتراض لي.
ماذا؟ سنفور آخر، لابد من أن هناك المزيد من السنافر، جدهم. حذار يا سنافر الصغار. أوه أجل، حصلت على المزيد من السنافر لإجراء الاختبارات. وسأحتفظ بك أيها الصغير إلى ما بعد. كف عن إصدار الجلبة أيها الغبي. أولا سأحولكم إلى ذهب، ثم سأنزل ذلك السنفور الصغير إلى هنا وأخبزه بعد أن أحوله إلى دقيق، دقيق ناعم. ماذا؟ أوه لا، لقد جن الفيل. توقف توقف، اركضوا يا سنافري بسرعة. النجدة، دعني أذهب. النجدة. حسناً، أرى أنه حصل على نتائج مذهلة. يا للسنفرة، الطفل سنفور. أوه أيها الفيل، أصغي إلي، ارفعني إلى ذلك الصغير. أمسكت بك. أوه لقد كنت رائعاً بالفعل قوي. لا، لم يكن هذا صعباً، لكنك ارتفعت عالياً. أجل، هذا صحيح، عالياً، ولم تشعر بالخوف. هيا هيا نسنفر من هنا قبل أن يعود بهنام. مقرف. سنفور قوي، أعرف تماماً بما شعرت بالخوف. أنا أيضاً انتابني الخوف، لكن يأتي وقت في حياة كل سنفور يضطر فيه لمواجهة مخاوفه ودفعها جانباً مهما كانت هذه المخاوف. سنفر فمك يا مفكر. أنا مسرور لأنك عدت إلى السيرك يا بيراميس. لقد صرفت أنجلو، أستطيع الحصول على مساعد، ولكن استبدال فيل مثلك لن يكون سهلاً أبداً. وداعاً بيراميس. يا له من فيل شجاع فعلاً. أوه لا، ليس مجدداً. هون عليك يا صغير، على الرغم من أن صديقك رحل ستتذكره طوال الوقت. بابا سنفور، ماذا سنفعل الآن؟ سنسنفر ما سنفرناه من قبل. سوف نقيم سيركاً آخر من أجل طفلنا العزيز سنفور. أنا أكره التصفيق. لكنني أحب السيرك. أكره التنظيف. لا 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 لا. مرحبا غضبان. أوه أنا أتحرك شوقا لاحتفال اليراعة الذي سيجري الليلة. وأنت؟ أنا أكره احتفالات اليراعة. سيكون احتفال اليراعة هذه السنة مسنفرا، صحيح كسلان؟ أجل، لكن الإعداد له مرهق جدا، أحتاج إلى راحة. أنا أيضا، وأعرف تماما من سنسنفر. من؟ سنفور قابل، إنه هو. يوم جميل، صحيح قابل؟ أجل، مسنفر جدا مفكر، بما يمكنني سفرتكما؟ حسنا، بما أنك سألت سنطلب منك بعض الخدمات. لأنني كرست نفسي للمساعدة على مستوى عال، وعلى غبي أن يساعدني. هلا. أنا سنفور، أجل سنفور، أقول أجل وآني لا، ما الأمر، ما خطبي أنا؟
لا أستطيع قول لا. مرحبا يا قابل. كنت أتساءل بما أنني منشغل جدا، وإن كنت لا تمانع حين تنتهي من سنفرة الطحين أن تأخذ هذه الحجارة لشاطر. بالطبع قوي، هل من شيء آخر يمكنني فعله من أجلك؟ حسناً. يمكنك أن تعد لي كوبا من العصير. هذه هي الحجارة التي تحتاجها، أين سأضعها؟ يمكنك مساعدتنا يا قابل إن كنت لا تمانع. أجل، سنفرها على الجدار رجاءً. مهلاً، إلى أين أنتما ذاهبان؟ إلى الغذاء، هل نجلب لك القليل؟ الجو حار، أظنني سأسنفر قليلاً في البحيرة. عندي عمل أقوم به، كن سنفوراً مسنفراً وأنهي لي عملي، هل تفعل ذلك؟ أجل، بالطبع شاطر، هيا اذهب واقضي وقتاً مسنفراً. حسناً حسناً حسناً، كيف تجري التحضيرات الاحتفالية رائعة؟ أحسنتم عملاً أيها السنافر، ستكونون جاهزين الليلة من أجل نصيب سنفور النار. مرحباً قابل، هل انتهيت من العمل على إكليل الزهر الذي طلبته؟ تقريباً يا سنفورة، ما إن... أوه قابل، أين الزينة التي وعدت بأن تسنفرها لي؟ حسناً أنا... قابل، هل تساعدني لأسنفر؟ غبي، أحتاج إليه ليساعدني. أجل سأفعل، أجل سأسنفر لك، أجل سأسنفر لك ذلك بأسرع ما يمكنني. أجل حسناً. حسناً، ما الذي يضايقه؟ إنها غاية في الدهشة المسنفرة. أكره الموسيقى وأنا أكره الرقص، ولكن أحياناً. هل أنت ترقص معنا قابل؟ أنا متعب جداً. أحب أن أرى سنافري يستمتعون بوقتهم، يجعل هذا كل العمل يستحق العناء. أي عمل؟ أوه، هذا العمل. ما خطب قابل؟ لا فكرة لدي بابا سنفور. يا قابل، لما لا تستمتع بوقتك كالآخرين؟ لا أعرف بابا سنفور، أظنني مسنفراً جداً. لكن السنافر الآخرين ليسوا تعبين، يقضون وقتاً مسنفراً. هذا لأن السنافر الآخرين طلبوا مني أن أقوم بكل... أو بابا سنفور، بابا سنفور. يا للسنفرة، إنه أنا، حان وقت اليانصيب والجائزة الكبرى. أنا، لكنهم، لكنك، لكن... لقد سئمت منكم. انتباه أيها السنافر، عند بابا سنفور إعلان مهم يقوم به. في هذه الليلة الأولى من مهرجان اليراعة القديم سوف نجري الآن سحب اليانصيب لنحدد من سيسنفر كسنفور النار. سيسافر السنفور الفائز في الغد إلى المستنقع الكبير ويأتي بشعلة النار الخاصة. وبهذه الشعلة فقط يا سنافري يمكننا إشعال قنديل اليراعة واختتام مهرجان اليراعة. لكن أياً يكن من يتم اختياره يجب أن ينتبه جيداً لئلا تنطفئ الشعلة في المستنقع، فليقترب الجميع ويأخذ حبة فواكه من السلة. من يحصل على الحبة الخضراء يا سنافر سوف يكون سنفور النار لهذه السنة. كسلان، سنفور خائف، إنه دورك الآن. أنا خائف بابا سنفور. سنفر سنفور خائف الحبة الخضراء، تهانيه يا سنفوري العزيز. خائف أنت كسنفور النار. السنافر، السنافر، السنافر.
في الغد ستشعل هذه الشعلة بواسطة النار الخاصة. حظا موفقا. من الطارق؟ ماذا تفضل؟ حسنا المعذرة قابل، أنا آسف جدا لإزعاجك. ماذا الآن؟ أنا مسنفر ومرهق من كل سنفرتكم التي خائف. ما الأمر؟ يا ويلي أنا آسف قابل، أريد فقط أن أطلب منك خدمة؟ لا بلى. كيف عرفت؟ لقد حلفني الحظ. كيف أسنفر نفسي في مثل هذه الأمور بأي حال؟ بالتوفيق قابل. المستنقع الكبير، عجبا هذا المكان مبلل. يا للهول يا للهول، هذه هي المرة الأخيرة التي أسنفر فيها شيئا لأي سنفور. الأخيرة الأخيرة الأخيرة. لا أرى شعلة في أي مكان. كان يفترض بي أن شعلة النار. لابد من أنني سنفرت عقلي لأقحم نفسي في وضع كهذا. كان هذا أسهل مما ظننت. شعلة النار لقد انطفأت، والآن ماذا سأفعل؟ فلتحل اللعنة على من أطفأ شعلتي، سوف يشعر إلى الأبد بألمي. لا أنت لا تفهم، ما حصل كان حادثا. كنت سوف تشعر إلى الأبد بألمي. رائع مسنفر، كل ما علينا الآن فعله هو انتظار الخائف ليأتي بالشعلة. آمل ألا تكون تلك العاصفة التي هبت فوق المستنقع الكبير قد أخفت. من الأفضل أن يسرع، سيهبط الليل قريبا. أين قابل؟ كان يجب أن يكون قد عاد. آمل فعلا ألا يكون قد أصابه سوء. ماذا لو حصل له شيء رهيب؟ أنا من أقحمه في هذا. لو أنني لا أخاف إلى هذا الحد، ليس هناك إلا شيء لفعله. يجب أن أذهب وأبحث عنه. بعد التفكير في الأمر، أجل سأفعل. لا لن أفعل. خائف، استجمع شجاعتك، ها أنا قادم يا قابل. ها قد وجدتك يا خائف. مرحبا بابا سنفور. مسرور لعودتك خائف، سوف نضيء القنديل مباشرة بعد الاستعراض. بالمناسبة، هل انتبهت جيدا لئلا تنطفئ الشعلة في المستنقع؟ أجل بابا سنفور. حسنا، ما كان ليحصل لو أن الشعلة انطفأت؟ لكان هذا أيقظ وحش المستنقع. أراك لاحقا يا خائف. وحش المستنقع؟ آمل ألا يكون قابل أيقظه. حسنا ها أنا ذاهب. قابل، مرحبا، هل من سنفور هنا؟ قابل قابل قابل. فلتحل اللعنة على من أطفأ شعلتي، سوف يشعر إلى الأبد بألمي. يا للهول. قابل
النجدة! النجدة! قابل! هل هذا أنت؟ النجدة! خائف؟ أوه! قابل! يا ويلي! كم تسرني رؤيتك! شكراً خائف! هيا! فلنرحل من هنا قبل... قبل ماذا؟ قبل هذا! فلتحل اللعنة على من أطفأ شعلتي! سوف يشعر إلى الأبد بألمي! قابل! خائف! فلتسافر بحياتك! فلتحل اللعنة على من أطفأ شعلتي! سوف يشعر إلى الأبد بألمي! بابا صنفور! بابا صنفور! السنافر مستعدون لكننا لا نجد شعلة النار! لكنني رأيت خائف منذ قليل وقال إنه... ما الذي نسنفره؟ أين خائف؟ ألم يضئ الشعلة؟ الوقت متأخر! أكره الانتظار! هل سنفر أحدكم خائف؟ لا يا بابا صنفور! رأيته ليلة أمس في منزل قابل بابا صنفور! في منزل قابل؟ هل سنفر أحدكم قابل اليوم؟ لا بابا صنفور! حسناً، أظن أنني بدأت أفهم! قابل! صنفور قابل! يا صنفور قابل! النجدة! النجدة! بابا صنفور! النجدة! من هذا؟ ولكن من هذا؟ يا للصنفرة! يقودانه مباشرة إلى القرية! يقودان من بابا صنفور؟ وحش المستنقع! لقد أيقظناه! وحش المستنقع! بسرعة! أيها السنافر! أخلوا جميعاً القرية! انتظروني بالقرب من نهر السنافر! حاضر بابا صنفور! أنا الوحش القادم! النجدة! بابا صنفور! فلتحل اللعنة على من أطفأ شعلتي! سوف يشعر إلى الأبد بألمي! بابا صنفور! وحش المستنقع قادم! خائف! ظننتك قلت إنك لم تطفئ الشعلة في المستنقع! أنا من أطفأها بابا صنفور، لكن هذا كان حادثاً! ربما كان علي أن أنبهكما أكثر! والآن على أحدكما العودة لإضاءة تلك الشعلة! أتعني العودة إلى المستنقع؟ فلتحل اللعنة على من أطفأ شعلتي! سوف يشعر إلى الأبد بألمي! أنا سأذهب يا بابا صنفور! أنا من سنفرت تلك الشعلة! وأنا أيضاً سأذهب بابا صنفور! كان من المفترض أن تكون مهمتي! ألست خائفاً جداً خائف؟ وأنت قابل؟ من الخائف؟ إليكما هذه اللفافة! اقرأها في وقت الحاجة! سوف تحميكما! اذهبا مسنفرين! حاضر بابا صنفور! تذكرا! لا بأس إن خفتما! الجميع يخاف في بعض الأحيان! أجل بابا صنفور! لا تخافا! لا تخافا! الجميع يخاف في بعض الأحيان! الفرد يخاف! الجميع من دون استثناء! حتى أنا! أجل! حتى أنا في بعض الأحيان! نخاف كلنا من أشياء مختلفة، من الرعد والبرق والأفاعي، من الأشباح والظلمة والنحل، من صوت الرياح عبر الأشجار. لا تخافا، لا تخافا، أن تخافا. الكل يخاف في بعض الأحيان، الراكون والسنجاب وحتى أنا. حتى أنا أخاف في بعض الأحيان. إنه وحش عملاق آكل سنافري بأسنان بهذا الطول. مفكر، طلبت منك إخلاء القرية، لا سنفرة الشغب. حسناً، أنا لكنني... ماذا عن الوحش بابا صنفور؟ وحش المستنقع في طريقه إلى منزله. ولكن كلنا أين قابل وخائف بابا صنفور؟ إنهما يدلانه على الطريق. يدلانه على الطريق. فلتحل اللعنة
على من أطفأ شعلتي سوف يشعر إلى الأبد بألمي. لقد نجحنا خائف، كل ما علينا الآن فعله هو إضاءة الشعلة. دعني أولاً ألتقط أنفاسي. أسرع، لم يعد الوحش بعيداً عنا. خائف، بسرعة، اللفافة. صحيح، اللفافة، اللفافة. يا روح ليالي الصيف القديمة، ساعديني على سنفرة هذه اللحظة الرهيبة. أعطينا القوة إذ نحتاج إليها نحن الاثنان لنخرج من محنتنا ونصبح بأمان. سيدي الوحش، أنا من أطفأ الشعلة، كان مجرد حادث وأنا آسف. فلتضعها أنت قابل. مستحيل، أنت هو سنفور النار، افعل هذا أنت. أنا؟ أنت هو السنفور الوحيد هنا. لا 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 لا، لكن خائف، افعل هذا. أنت محق، هذه من مسؤوليتي أنا. لقد نجحت، لقد نجحت، لقد سنفرت الشعلة في المستنقع. لأنني طلبت منك القيام بعملي. لا بأس خائف، أتعرف شيئاً؟ كنت شجاعاً فعلاً، لكنك ساعدتني. هذا ما أفعله دوماً. القمر عال جداً، من الأفضل أن نسنفر. أين هما بابا سنفور؟ لربما أمسك بهما وحش المستنقع وسنفرهما إلى الطعام. اسكت مفكر، سيصلان قريبا. آمل أن يصلا إلى هنا قبل أن يرتفع القمر أكثر. مرحبا بابا سنفور. مرحبا. مرحبا. لقد وصلا وهما يحملان الشعلة المضاءة. لك أنهما سيعودان. لقد قلت لك، كما أقول دوما، يجب ألا نكون سنافر مشككين. و أتريد أن تحل مكاني؟ مستحيل، فلتحل مشاكلك بنفسك. عجبا أيتها الذبابة، إنها القمامة الأكثر سنفرة من أجل مجموعتي. حبة الفاكهة هذه تبدو عفنة للغاية، التقطيها يا ذبابة. حسناً يا سنافر الصغار، حان الوقت ليسنفر كل سنفور هذه الفوضى. أي فوضى؟ أو مرحباً قابل، هل تمانع أن تنقل لي هذه القمامة إلى... مرحباً قابل، ما رأيك لو تسنفر لي هذه الصخور إلى... ماذا قلت؟ ماذا قلت؟ أنا لن أفعل شيئاً بعد الآن لأي سنفور، آسف أيها السنفور. أنا لست خائفاً، أنا لا أخشى أحداً. صباح الخير قابل. حسناً، كنت أتساءل إن كنت ترغب في أن... قابل هلا. لا قابل هلا. لا أو قابل. لا لا. يوهو، مرحباً قابل. حسناً اسمع، كنت أتساءل إن كنت مهما كان ما ستطلبين، الجواب هو لا 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 لا. حسناً، أنا آسفة، أردت فقط أن أدعوك إلى الغداء. حسناً، إلى الغداء. أظنني سأقبل دعوتك لي. هاي سنفورة، انتظريني. كما أقول يا هلهول، لن أتحمل الأمر أكثر. هل سأقبض عليهم؟ هل سيخدعونني دائماً؟ أما من عدل في هذا العالم؟
هذا ليس عدلا صدقني، ليس عدلا. ما كان بابا سنفور ليوافق على هذا مازح. شش شش شش. عجبا عجبا، ما هذا؟ هدية صغيرة من أمي؟ يخ تفو تفو، مربى توت السنافر، هذا كريه. يخ يخ، سأنتقم منكم أيها السنافر، سأنتقم منكم. من العسل أفضل، من اللحم أفضل، مربى توت السنافر من كل شيء أجمل. أكول يحضر كعكة بالعسل وتوت السنافر. يعد أكول أفضل كعكة بالعسل وتوت السنافر في العالم كله. سنفورة، بالفعل هذا مؤكد، لا يمكن لأحد أن يكتشف أسرار وادي الغابة هذا، لكن كسلان، انظر إلى ما فعلته. لكنني لم أفعل شيئاً. الشيء الذي ينقذك من فورة غضبي هو طعم هذا المربى اللذيذ. يخ يخ، يا لطعمه المقرف، كيف يتناول السنافر هذا الطعام؟ ربما أجل، ولم لا؟ وجدتها، هذا رائع. عرفت الآن كيف سأجعلهم يتألمون، سأدمر توت السنافر. أتمنى أن يسرع أكول بإحضار كعكة العسل بالتوت بابا سنفور. اصبر يا خوي، اصبر. طفل سنفور، هذه أول كعكة بالعسل والتوت تتناولها. تأخر أكول كثيراً بإحضار الكعكة بابا سنفور. اصبر يا مفكر، أنا متأكد من أن بإمكاننا الوثوق بأكول. أنا أكره الصبر. هذه المرة وجدت الحل، وجدته. هذا رائع، لنقضي على توت السنافر. تشو 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 تشو. يم يم، كم أنها لذيذة، هذه أفضل كعكة حضرتها. يجب أن أقول لك أكول، إنك نقلت فن طبخي إلى مستوى من نوع آخر. حقا فعلت. تشو 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 تشو. والآن يا سنافري، دعونا نشكر الأم الطبيعة لأنها زودتنا بعشاء شهي كهذا، وسنفور أكول البارع لأنه حضر كعكة التوت. يم، ماذا سنفعل لو نفد منا توت السنافر بابا سنفور؟ لا أعرف يا أكول، أعتقد أن كارثة ستقع. إذن إنهم يحبون ثمر السنافر، حسناً فليحبوا هذه. نجح الأمر، أنا عبقري يا هلول. النتائج تخطت أكبر أحلامي حتى. هلول، انظر إليها تموت، ستموت ستموت، لن يتناول السنافر فطائر بالتوت. هذه آخر فطيرة، نحتاج إلى المزيد من توت السنافر. يمكنك الاعتماد علينا أكول. يمكنك ذلك طبعا، سنذهب لإحضار المزيد منها في الحال. الشجيرة الأخيرة هلهول، الأخيرة الأخيرة، لكن طبعا هذه آخر شجيرة، وإن أرادوا تناول المزيد منها عليهم المجيء إلي. ما من شجيرة توت خضراء. ماذا سأفعل من دون توت السنافر؟ حسناً، في رأيي لا داعي للهلع أبداً يا أكول، هذا الوضع هو حالة اضطراب مؤقتة فقط لبدايتي. لنخبر بابا سنفور، سيجد حلاً للمشكلة. بابا سنفور، قريباً قريباً جداً يا هلول، سيأتون باكين وجائعين وهم يتوسلون للحصول على المزيد، وهل سأعطيهم أي منها؟ لا 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 لا. بابا سنفور، بابا سنفور، بابا سنفور، بابا سنفور، يابست كل شجيرات توت السنافر. يابست؟ لم يبقى حتى شجيرة واحدة خضراء بابا سنفور. ماذا سنفعل بابا سنفور؟ واضح أن لشرشبيل يدا في الأمر، لكن لا تدعونا نيأس يا سنافري. أقول، أما من بذور توت السنافر في المخزن؟ أرأيتم، لا داعي للقلق أبداً، أخبرتكم بأن بابا سنفور سيجد حلاً.
ما من بذرة واحدة متبقية بابا سنفور، ولا واحدة. لكن هذا مستحيل. أقول، هل استخدمت آخر البذور؟ نعم بابا سنفور، أنا آسف، تناولت البارحة طعاما خفيفا ووضعتها في البودينج و... يا للهول، نريد توت السنافر، نريد توت السنافر. يرفض الطفل سنفور أن يأكل. نريد توت السنافر، نريد توت السنافر. اهدأوا يا سنافري، اهدأوا. لقد عمل أكول جاهدا لتحضير هذا العشاء. آخر شجيرة من توت السنافر، الطعم المثالي للفخ المثالي. يخو، أكره الأفاعي. بابا سنفور، هذا هناك يا مفكر. كنت أتساءل بابا سنفور، هل أستطيع مساعدتك في اختراعك لبديل جديد عن توت السنافر؟ شكرا، لكن لا أعتقد ذلك يا مفكر. لا بديل لعبقريتي يا هلهول، لا أستطيع الانتظار حتى. مهلا أنت، ابتعد عن الشجيرة. ابتعد عن شجيرتي. إن كان هناك شيء أكرهه أكثر من السنافر هو الطيور التي تحب توتهم. حسنا يا شاطر، لنجرب آلة صنع توت السنافر. زد سرعتها قليلا يا شاطر. توقف. حسنا، دورك يا أكول. ملمس ذاته رائع، ولونها ذاته تذوقها جيدا. يا مقرفة، آسف بابا سنفور، قد تبدو كتوت السنافر لكن طعمها مختلف عنها تماما. ماذا سنفعل الآن بابا سنفور؟ يبقى أمامنا شيء واحد فقط يا سنافري، على أحدنا العودة إلى الجزيرة حيث اكتشف توت السنافر لأول مرة. على الرغم من أن الجزيرة بعيدة خلف البحار، لكن أخشى أن يكون هذا أملنا الوحيد، وكلما أسرعنا حصلنا على توت السنافر بسرعة. أو أقلي بعضاً، أخلل وأشوي بعضاً، أحمص وأشوي وأبيع بعضاً. شجيرة توت السنافر، سأخبر بابا سنفور. أخبرتهم مرة وأخبرتهم أكثر من مرة، ولكن هل يستمعون إلي أو لا؟ بابا سنفور، عند شرشبيل شجيرة توت سنافر، فلنحضرها بابا سنفور. لا يا أقول، الأمر خطير، لابد من أنه فخ. لم يظهر أي سنفور، كيف يقاومون الأمر؟ لابد من أنهم يخططون لشيء، لكن ما هو؟ أوه، قدماي تؤلمانني، هذه المخلوقات الصغيرة ترى إلى ما تخطط. ماذا لدينا هنا؟ قطع أشجار صغيرة، وهناك آثار عجلات متجهة نحو النهر. طبعاً، إنهم يبنون سفينة. يبدو أنهم ذاهبون إلى تلك الجزيرة لإيجاد المزيد من التوت. هيا بنا هلهول. لم يبقى الكثير يا هلهول، نهر السنافر هنا. بركة من الوحل، لقد خدعوني يا هلهول، خدعوني خدعوني خدعوني. إذن يتجه السنافر الصغار في رحلة، صحيح؟ سأحرص على أن تكون آخر رحلة لهم. وأيضا مقابل ستة سنافر تحصل على شجيرة توت السنافر مع أطيب التمنيات. شرشبيل يسعى مجددا للحصول على الذهب. أريد تناول توت السنافر بشدة لدرجة البكاء. سنطلق عليها اسم سين سين سنفور اثنان. هذا غريب، سنطلق عليك اسم سين سين سنفور اثنان. رائع رائع رائع.
أنا آسف لعدم تمكني من الانضمام إليكم. لن أذكركم أنه من دون توت السنافر مصير السنافر في خطر كبير. مستقبلنا يعتمد على نجاحكم. لا تقلق يا بابا سنفور، فبقيادة المذهلة أنا واثق من أن أنا واثق من أن أنا هيا إلى الجزيرة، هيا إلى الجزيرة، هيا إلى الجزيرة. ها هم يا هلول، ها هي السفينة، لقد أبحروا. انزل عن رأسي أيها الغبي. ربما يحضر لنا توت السنافر أيها الطفل سنفور. واو مصنفر فعلا. النجدة، ليساعدني أحدكم. أنا أكره الأمواج. ارفعوا الشراع الرئيسي يا رفاق. نحن نقترب منهما الأول، نحن نقترب. هذه المياه المالحة تفسد لون بشرتي. لا، إنه شرشبيل. سننطلقوا بسرعة يا رفاق. لا تقلق أيها الصغير، سوف أحميك. بابا سنفور، بابا سنفور. واك 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 واك. حفرة فيها أفعى، كان علي توقع ذلك. منسجم، أطلق الإنذار. عندي أخبار سيئة يا سنافري، وقع أكول والطفل سنفور في أحد فخاخ شرشبيل. أوه لا! عجباً، لا أصدق عيني. قبضت عليكم أيها السنافر؟ رجاءً، لينقذنا أحدهم. توقف عن النحيب، ليس الوقت مناسباً للهستيريا. ولكن ماذا سنفعل؟ لنتجه نحو الضباب يا سنافر. أجل، نحو الضباب، هذا ما فكرت فيه تحديداً. لن يفلتوا مني. أولا الهول، وجهتهم الضباب. لن تصدق الأمر قبطان، لكن هناك قارب صغير مليء بالفيران، يلاحقها رجل مجنون وهرة في مركب صغير. استعدوا للمساعدة، استعدوا للمساعدة. ها هم، استعدوا لهلاككم. ولكن ماذا سنفعل؟ فقدت السيطرة. قراصنة. لقد أنقذنا. يا لهذه المغامرة الرائعة. سوف أصاب بالغثيان. أقول طفل سنفور، هل أنتما بخير؟ أجل، لكن أسرع، هذه الأفعى تبدو جائعة. اهدأ ولا تتحرك. ولكن ما هي الخطة بابا سنفور؟ التحدث إلى الطيور، السناجب والذئاب أمر عادي، لكن أفعى لست واثقا من أنها ستفهمني. سأنزل أنا في الحفرة بابا سنفور. شكرا لك، أعرف أنك سنفور شجاع كسلان، لكن هذه مسؤوليتي أنا. بهدوء الآن، بهدوء. بيبوت بيبوت. هل فهمت يا صديقتي؟ أوقعنا شرشبيل جميعا في الفخ. رجاء رجاء أيها النبي، ليس عندنا طعام كاف أو مياه لنبقي أمثالك معنا، اقفز. لا لا، رجاء رجاء، أفلتوني وسأحضر لكم الذهب. ومن أين سيحضر شخص مثلك الذهب؟ من السنافر، أستطيع تحويلهم إلى ذهب. أي رجل يعتقد أن بإمكانه تحويل فئران إلى ذهب هو مجنون فعلا. اقفز. لا لا رجاء، اقفز. Ha 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 ha!
استيقظوا جميعاً، استيقظوا، وجدت توت السنافر رائع خلف تلال الرمل تلك. هيا هيا هيا. عجباً، إنها لذيذة. هناك شيء واحد أفضل أن يراه غيري وهو مظهري وأنا آكل توت السنافر. لا يمكنني تناول المزيد من التوت، لكنها لذيذة جداً. رائع. انتبهوا، لربما وصل الشرشبيل. بهدوء، ببطء، لا تتحرك يا أكول، لا تتحرك. لا. يا هلهول، يا لحظنا السيء، نحن تائهان على الجزيرة. وكل هذا بسبب أولئك السنافر. ماذا؟ ما هذه الرائحة؟ توت السنافر؟ أسرعوا يا سنافري، لا ينتظر الوقت والموج أي سنفور. يا لحظي، أنا على جزيرة توت السنافر، أنا متشوق لأقبض على تلك الوحوش. من هي تلك المخلوقات التي تجرأت على دخول ممتلكاتي؟ هيا بنا يا أصدقائي، علينا أن نكتشف الأمر. ما معنى هذه السرقة؟ سيدتي، أنا القبطان حالم وهذا طاقمي. رجاءً، نحن نأخذ القليل فقط، فالشرشبيل العجوز اللئيم قضى على كل شجيرات التوت، ونحن نحاول الحصول على بعض البذور. ومن يكون شرشبيل ذاك؟ هل ذكر أحدهم اسمي؟ شرشبيل. لم أقصد إخافتك يا صديقتي. أوافقك الرأي، وضعك في هذه الحفرة كان أمراً سيئاً. لنقطف ثمار التوت هذه ونقيم حفلة. لن نقيم أي حفلة يا أكول قبل أن يعود طاقم سنفور اثنان، كما أن شرشبيل قد يظهر في أي لحظة. سيدتي العزيزة، هؤلاء السنافر اللطفاء ملكي أنا. أنا أطعمهم وأؤويهم وأحبهم، ولكن هل يهتمون؟ لا، وما إن أذرت ظهري حتى اختفوا. شرشبيل، أنت تكذب، إنه شرير جداً وقذر ولم يساعدنا حتى. يكفي، واضح أن أحدكما يكذب، وأنا أكره الكذب وأشمئز منه كثيراً. لكن عندي طريقة لاكتشاف الحقيقة، صحيح يا صغيري؟ جزيرة توت السنافر. عرف شرشبيل بالأمر بابا سنفور؟ هل لحق بهم بابا سنفور؟ أجل، وليس أمامنا وقت نضيعه. مهلاً، هل أخرجني أحدكم من هنا؟ أسرعوا يا سنافري، أسرعوا. أين أكول؟ أكول؟ نعم بابا سنفور. أكول، تمالك نفسك. أعتذر، هذه الرغبة الملحة تملكتني. أعرف يا أكول، أعرف. لطيور النورس إدراك عال لطبيعة الأمور، بخاصة فيما يتعلق بالحقيقة. لذا أحذركم، إن كذبتم على النورس فسينقر لكم أنوفكم. والآن أنت أخبريني بقصتك. حسناً، شرشبيل قضى على كل شجيرات توت السنافر وبعدها قام. علي أن أطلب منك معروفاً يا صديقي. كم ضحيت من أجل هؤلاء المساكين، وكل الاهتمام الذي أعطيتهم إياه، هكذا يكافئونني ويبادلونني محبتي بالهرب مني. الآن فهمت. لا 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 لا، ابتعدي ابتعدي. أقترح أن نبني سفينة ثانية بابا سنفور. لننتظر قليلا يا شاطر، سنمهلهم بعد بضعة أيام. هل تعتقد أنهم سيعودون حقا بابا سنفور؟ بالطبع سيعودون يا كسلان. كما اشتاق إليهم بابا سنفور. بابا سنفور، بابا سنفور، بابا سنفور. عندما أقبض على هؤلاء السنافر الصغار سأقضي عليهم يا هلول. أهلاً وسهلاً بكم. انظروا، إنه الطفل سنفور.
سنفور. لم أرى بحياتي شيئا كهذا يا بابا سنفور. انزلوا المرساد. حاضر أيها القبطان. أرى أنك قمت ببعض التعديلات يا قبطان حالم. لقد أمطرت كثيرا. مذهل تماما. كيف يكذب هؤلاء السنافر؟ أوه يا لها من رحلة. وأكثر ما أكرهه بعد السنافر هو طير النورس. أولا. وإن كان من شيء أكرهه أكثر من النورس فهو الأفاعي. ورق السنديان، ورق الدردار. أسوأ شيء في كونك صاحب قوى عظيما مثلي هو جمع النباتات والفطر والسحالي والعلاجيم الميتة. لا دود ولا عقارب. ما هذا؟ والدردار بابا سنفور؟ نعم سنفورة، والشراب المستنقع أيضا. أوه أحب رائحة الأعشاب الطازجة. أوه وأنا أيضا. انظر أين تسنفر يا شكرا لك يا مفكر، لقد وجدت الشراب المستنقع. أهلا بك يا بابا سنفور. أترى حين لا تستطيع فعل أمر نادني لأنني سأسارع إلى مساعدة السنافر، فلا تتكل علي أبدا. تعال مفكر، جمعنا كل الأعشاب التي نحتاجها. وداعا أيها المستنقع ويا شراب المستنقع. ما الأمر بابا سنفور؟ انجوا بسنفرتكم. عال عال، انظروا إلى هذه المخلوقات الصغيرة. أنا لست مخلوقة صغيرة. أو من أنت؟ أنا سنفورة. من أنت؟ أنا مردور، مشعوذ الملك أرغون. مخلوقة صغيرة. مخلوقات صغيرة، ربما أستطيع الإفادة منها. اخرجوا من السلة أيها الصغار. حسناً هكذا لن تهربوا. الملك أرغون، ماذا يريد برميل الدهن هذا؟ أوه يا له من عجوز رهيب. ما الذي سنفعله بابا سنفور؟ لا تقلقا، بابا سنفور سيجد الحل، أليس كذلك بابا سنفور؟ أنا أعمل على الأمر مفكر. يا مردور، أين هو ذلك المشعوذ التعيس؟ بطني سينفجر. وبطني أيضا جلالتك. لا أصدق أننا أكلنا كل شيء. هل قرعت الجرس؟ أيها العجوز، حضر لي خلطة لتخفيف ألم المعدة. حاضر جلالتك، سأفعل جلالتك. جداً. غبي، أنت تقف على رأسي. آسف مفكر، هل هذا أفضل؟ أنت على الرحب. انتبه يا مفكر، أنا أحاول بابا سنفور. لما لا يطلب مني استحضار روح أو رمي شعوذة؟ كل ما يريده تحضير خلطة تشفي له بطنه المريء. ليس عندي وصفة لهكذا خلطة سخيفة. سأعد له شيئاً، القليل من زيت النبات وورق السنديان والفلفل والقليل من زيت السمور. بالفعل أنا أشعر بالغثيان. هذا يشعرنا كلنا بالغثيان. ممتاز. أيها العجوز، خلطتك غير صحيحة. ماذا قلت؟ لعلاج مشاكل المعدة تحتاج إلى شراب ثمر السنافر وطحلب الجبل وشراب المستنقع. أنت تعلمني؟ أنا مردور، أعرف كيف أعالج المعدة، لا تضحكني. حسناً، لن يقول إنني لم أحذر. نعم، من يضحك أولاً يسنفر أخيراً، ومن يضحك أخيراً يسنفر أفضل، أو ما شابه ذلك. هذا فظيع. أتشعر بتحسن جلالتك؟ لا، أشعر بسوء كبير.
ربما تحتاج إلى المزيد من المزيد؟ أحضر علاجاً فعالاً أيها العجوز أو سأجعلك تتعفن في السجن. هل فهمت ذلك؟ نعم جلالتك. لا، الآن أنا في ورطة، ربما كان علي أن تستمع لبابا سنفور. ماذا؟ بابا سنفور يعرف المعادلات، بابا سنفور يعرف كل شيء. هل أنت صاحب قوى؟ في الواقع أنا أعمل على المعادلات من وقت إلى آخر. هل تستطيع شفاء معدة الملك؟ نعم، لكن شرط أن تتركنا نذهب. إذن فليكن، إلى العمل. وهل هذا وعد منك؟ بالطبع، كلمة مردور كلمة الشرف. أيها العجوز. نعم، لقد أحسنت فعلا، أشعر كأنني ملك من جديد. شكرا جلالتك، عرفت أنك ستشفى. الخلطة نجحت تماما. بالطبع نجحت، إذا سنفر بابا سنفور علاجاً تستفيد منه لأن بابا سنفور. أصمت. أيها العجوز، نفذنا نحن وعدنا وعليك تنفيذ وعدك، والآن حان الوقت لنذهب، أمامنا رحلة طويلة إلى قريتنا. ألم أقل لك؟ لقد بدلت رأيي، ستبقى، ستبقون جميعاً، أحتاج إليكم. أيها العجوز الشرير، لقد وعدت. لقد وعدتنا فعلاً، وكلنا سمعناك. سكوت، من الآن وصاعداً افعلوا ما أقوله، وإلا سأحمس جلدكم الأزرق. اقفزوا بسرعة يا سنافر، وصلنا إلى الحافة. ما هذا؟ عاد إلى النوم. في أي اتجاه بابا سنفور؟ إن لم أكن مخطئاً، السلالم من هنا. بل من هنا. هناك شخص نائم بابا. كيف سنخرج من هنا بابا سنفور؟ ذلك الشباك مفتوح، تذكروا. يا للفئران. انتبه بابا سنفور. شكرا يا سنفورة، لم أعد سريعا كما كنت. هل أنتما بخير؟ نعم بابا سنفور. ماذا؟ أنجو بسنفرتكم. من أنتم؟ نحن سنافر، من أنت؟ أنا الملك بالطبع، ماذا تفعلون هنا؟ ذاك المشعوذ الشرير الرهيب خطفنا. قلتم خطفكم، مردور؟ جلالتك، لما لم تخبرني عن هذه المخلوقات؟ مخلوقات جلالتك؟ أنت شرير ومزعج للغاية. أريد جواباً أيها المشعوذ. شرير ومزعج جداً. أنا كنت أحتفظ بهم كمفاجأة لعيد ميلاد جلالتك. عيد ميلادي؟ جيد جداً، ولكن من هم وماذا يفعلون؟ يفعلون؟ اسمعني الآن، أنا أطلب منك. يفعلون؟ نعم، إنهم ممثلون. نعم، إنهم ممثلون جلالتك. ممثلون إذن. وماذا عن صاحب اللحية؟ يبدو لي عجوزاً على التمثيل. عمري فقط 542. لا فائدة منه جلالتك، أحتفظ به فقط لتنظيف الزوايا الصعبة في مختبري. أيها المشعوذ، إذن أبقه، لكن الباقون سيرفهون عني. حاضر جلالتك. أنت عجوز رهيب ومزعج. مهما قلت فإن العرض سيستمر.
اسمعوا يا سنافر، بابا سنفور والآخرون تأخروا كثيرا وعلينا أن نجدهم. منسجم، أكول، كسلان، مازح، غضبان. أنا أكره التطوع. هل الأثر واضح متتبع؟ لا يكون الأثر واضحا أبدا قوي، عليك أن تعرف عما تبحث. أها، الأثر يقف هنا. هل من فكرة متتبع؟ في رأيي عجبا، إنها أثار بشر. هؤلاء البشر، فلنسنفر حتى أضع يدي عليهم. سأضربهم، هيا. أتساءل أين هو بابا سنفور؟ بالفعل أين هو؟ لا تقلقا على بابا سنفور، لن يخذلنا أبدا أبدا. لا تكن واثقا من هذا. مرحبا يا سنافر الصغار. أو بابا سنفور، هل أنت بخير؟ نعم، أفضل من أي وقت. لقد كنت أساعد صديقي مردور في اختبار. صديقك؟ هو؟ كفى، حان وقت تسلية الملك أرجون وفرسانه. مفكر غبي، فكرت في طريقة للهروب. وأنا عندي فكرة أيضا. اسمع، كل ما علينا فعله هو تقديم أداء سيء وسوف يكرهنا الملك. نعم، وبعد ذلك؟ بعدها سيتركنا نرحل. هذا ما كنت أفكر فيه. هاي، غنوا يا سنافر، هيا غنوا. نحن سنافر، نحن سنافر صغار، نسافر ونزور الرحال. إذا أردت أن تتجلى معنا، السنافر، 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 السنافر. يكفي، ما معنى هذا أيها العجوز؟ لابد من أن حناجرهم تؤلمهم، ولكن انظر ما أجمل رقصهم. أرقصوا يا سنافر، أرقصوا 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 يا سنافر. هذا الأداء يؤلم معدتي أيها المشعوذ. مفكر، لقد نجحت الخطة. طبعا، تنجح أفكاري دوما. أحسنتم، أحسنتم، أحسنتم فعلا. أوه لا، لم نحقق الهدف الذي كان علينا تحقيقه. مردور، هؤلاء السنافر هم الأفضل على الإطلاق. ألم أقل لك جلالتك؟ يجب أن يقدموا عرضا في عيد ميلادي غدا. بابا سنفور، هل ستساعدنا على الهرب؟ الهرب؟ ولماذا تريدون الهرب؟ ألا تريد أن تعود إلى المنزل بابا سنفور؟ لا يا غبي، هذا منزلي الآن. هذا منزلك؟ ولكن بابا سنفور. لقد سمعتموه يا سنافر، كلكم ستبقون هنا إلى الأبد. أيها العجوز الشرير، لقد ألقيت تعويذة على بابا سنفور. سنفورة ذكية، إن لم تتعاونوا معي سأفعل بكم الشيء نفسه أيضا. أتزال المسافة بعيدة يا متتبع؟ ليس كثيراً، لا. أها، اتبعوني يا سنافر. نعم، لننال منهم، هيا. نضيف سنفرة من نقيع الملح، 3 ورقات فوشات، 4 جرامات من الهلبور، وعصير البذور المقلي. لسلامتك بابا سنفور، يجب أن يستفيد من الخلطة. أنا أضمنها لك سيد مردور. يجب أن أجربها، ولكن على من؟ لا أصدق أنني أكلت كل شيء، أشعر بالتخمة. أعطني المزيد من الدواء لمعدتي أيها المشعوذ. طبعا، لقد أعددت المزيد. لقد نجحت.
الخلطة نجحت، والآن سأتابع خطتنا. أها، سنفرنا في ذلك القصر؟ إذن هيا لنسنفر. الدرب سالك، ابقوا قرب بعضكم، ليس إلى هذه الدرجة. غريب، أشتم رائحة فرسان. في رأيي أن نسنفر في الحال. كاد أمرنا يفضح. هيا. هذا المكان كبير، وكأننا نبحث عن سنفور في قومة قاش. لا تخف يا أكول، سوف أشتمهم. علينا أن نبدأ بمفرقعات عيد الميلاد، وأنت ستساعدني بابا سنفور. يسعدني ذلك معلم مردور. إنه بابا سنفور، لكن لما نداه بالمعلم؟ وأين سنفورة ومفكر وغبي؟ في الداخل. انظرا، إنه قوي ومتتبع. سنافر، نحن هنا. سنافر، نحن هنا، بسرعة. مستعدون يا سنافر؟ سنفر بقوة. الباب عالق. قوي، بسرعة، مردور الشرير سيعود مجددا. بسرعة، استعملوا الحبل. ما هذا؟ لا، لقد هربوا. الملك سيقطع رأسي. بابا سنفور، املأ بعض الصواريخ بينما أجد السنافر، مؤكد أنهم لم يبتعدوا. نعم معلم مردور. ما بال بابا سنفور؟ مردور الشرير ألقى عليه تعويذة، وعلينا أن نزيلها قبل أن يعود الشرير. نعم، ولكن أها، مؤكد أن الحل موجود في صفحات هذه الكتب. مؤكد؟ ليسنفر كل منكم كتابا وابدأوا بالبحث عن الترياق. هيا. أها، انظروا إلى هذه، أترون؟ هذه هي، قلت لكم إنني سأجدها، والآن كل ما علي فعله هو خلطها. لكننا لسنا كيميائيين. بابا سنفور يستطيع ذلك. وأنا أيضا، في النهاية أنا مساعد بابا سنفور، ولست مساعد بابا سنفور من دون سبب أو شخصا سطحيا تعرفونه. فأنا، أنا لدي فكرة. بابا سنفور. سنافر، المعلم مردور منزعج منكم، لما هربتم؟ بابا سنفور، وجدنا معادلة تجعلنا نغني ونرقص بشكل أفضل، هل تخلطها لنا؟ يا لها من فكرة مسنفرة، معلمي سيفرح كثيرا. لقد صدقنا، والآن لنأمل أن تنجح المعادلة. أخيرا وليس آخرا، القليل من الفلفل. انتهينا. شكرا بابا سنفور. سنفورة، مفكر، غبي، ماذا حصل؟ بابا سنفور، عدت إلى طبيعتك حقا. أنا بخير الآن، لكن علينا الهرب قبل أن. مردور. بابا سنفور، لقد وجدتهم، لكن من أين جاء الآخرون؟ لقد جاءوا لينقذوني يا معلم، لكنني أسرتهم لك. ممتاز، كلما زاد السنافر كلما زاد رضا الملك. أحسنت أيها العجوز بإحضار المزيد من المخلوقات الزرقاء، هيا تابع عملك. مهلا جلالتك. أولاً، ألعاب نارية على شرف عيد ميلادك. أحسنت يا مردور، أحسنت. جميل. سوف تستمتع بذلك يا جلالتك. عيد ميلاد سعيدا جلالتك، والآن بينما تأكل الذبابة مع أصدقائك سأسرق كل الذهب. ما هذا؟
هاي عودوا أيها السنافر التعساء، عودوا. أسرع يا سنافر أسرع. أمسكت بكم. لا لا. رابت 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 رابت. أو ماذا حصل هنا؟ مردور ألقى عليك تعويذة. مردور؟ وأنت عكست تعويذته؟ بالطبع، لولاه لبقيت ضفدعا. بالتأكيد، وكان ذهبك قد اختفى. أنتم السنافر صغار الحجم لكنكم شجعان، أنا أدين لكم بالكثير. خذوا هذه الكأس الذهبية أرجوكم. شكرا لك جلالتك، لكننا لا نحتاج إلى الذهب. لكن يشرفني أن تأخذوها. لا، نريد فقط العودة إلى قريتنا. ليكن لكم هذا يا أصدقائي الصغار. متتبع قوي، سنفورة مفكر، غبي. كسلان، مازح، مازح، مازح. انتظروني يا بابا سنفور. أين كنت يا صغيري؟ كنت أعطي الملكة مفاجأة لعيد ميلاده. مفاجأة؟ كنت أعرف أنه يتمتع بحس الفكاهة. نحن سنافر زرق صغار مسافر حياتنا.